هو انا بس اسمح لي في الاول انا يعني بس يا رب ما تزهقوش مني، انا دايما احب اشكر اصحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، ما اقدرش انسى ان انا اشكر حد له فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا الساده الصحفيين والنقاد. انا واحد من الناس بحترم مهنه الصحافه جدا، ودي مهنه في منتهى السمو والرقي. واذا كان في مشهد في المسلسل يحيى بيحتك في صحفي وبيشد معاه، ده الشخصيه، لكن انا مش ده يحيى، يعني ازعلوا من يحيى، لكن انا بجسد دور، واحنا من ورا ده احنا هنقدم رساله لخدمه الصحافه مش ضد الصحافه. وانا بحترم من الصحافه، لان يكفي ان اللي كشف موضوع تعذيب المعتقلين في سجن ابو غريب صحفي شريف، كشف القضيه دي للعالم كله. فقد ايه مهنه الصحافه مهنه في منتهى السمو والرقي، وانا باكن لها عظيم الاحترام. ويمكن جزء كبير من النجاح الفضل لي فضل بعد ربنا يرجع للساده الصحفيين والنقاد الكبار اللي وقفوا جنب المسلسل ودعموه، مش جنبي انا شخصيا، جنب المسلسل، وانا بشكرهم جميعا وبقول لهم فعلا الصحافه والنقد الفني تحديدا مهم جدا في حياه الفنان، لانه بيبقى داعم لي، سواء ان هو يقومه يدله على الطريق السليم، يقول له خلي بالك انت هنا غلط، او يقول له انت هنا كنت كويس وشاطر كمل على نفس المستوى ما تقلش. فانا لازم اتقدم بالشكر لجميع الساده الصحفيين اللي اتكلموا عن المسلسل. الشكر برضو موصول لزملائي النجوم اللي شرفوني وسندوا ظهري في المسلسل، النجم محمود عبد المغني، والنجمه هنا شيحه، والنجمه علا غانم، والنجمه دينا فؤاد، والنجم ايهاب فهمي، والنجم الاستاذ العظيم الاستاذ عزت ابو عوف، والفنان القدير العظيم الاستاذ محمود الجندي، والنجمه دنيا عبد العزيز. مش عايز انسى حد، عايز اقول كل الاسامي اللي في التريلر بس مش عايز ازهق الناس. يعني لازم اشكر كل الناس دي بصراحه، لان النجاح يا جماعه مش مجهود فردي، النجاح مجهود جماعي. احنا زي تيم الكوره كده، احنا عملنا عمل جماعي، لا ينسب النجاح لشخص ولكن ينسب للمجموعه. وتاكدوا لو في مخرج ممثل كان كويس فاكيد لازم المخرج يبقى كويس، لان المخرج هو اللي بيصور باحجام اللقطات، في لقطه قريبه، لقطه اكبر شويه، لقطه عامه واخده كل المكان اللي حوالينا، فالمخرج هو اللي بيظبط الايقاع وبيوجه الممثل ازاي يقول الجمله وازاي يعمل النظره، والكاتب اللي كتب، ومدير التصوير الاستاذ علي عادل، والماكيير الاستاذ هشام رمضان، الاستاذ عمرو لطفي مدير الاعمالي، والاستاذ مدحت وجيه كوافير، بتوجه ليهم كلهم بالشكر وما تزهقوش مني معلش.